أما على مستوى مهني قطاع سيارة الأجرة فإننا نطالب بوضع قانون منظم للقطاع عبر تغيير وتتميم الظاهرة الشريف 260-63-1، القطع نهائيا مع نظام الريع، مع استمرار دعم تجديد الأسطول الذي توقف سنة 2017 و2018 رغم أن حوالي 50% لا زالت متهالكة. توفير الغازوال المهني إسوة بقطاع الصيد البحري، التسجيل في الغرف المهنية بناء على البطاقة المهنية ومشاركتهم في التصويت وكذا الترشح، ثم حماية السائقين العاملين ليلا وتوفير الأمن الكافي وإفراغ محطات التاكسيات من السيارات الخاصة. أما على مستوى تجارة الصيد الساحلي فإننا نؤكد أنه رغم الأدوار الطرائعية لهذه الفئة ورغم ما يبذلونه من جهود جبارة وفي ظروف عظيمة، فإن الوضع الإجتماعي لعموم البحارة سواء في أصناف وفروع الصيد الساحلي أو التقليدي ما تزال تربيا. النضال والصمود والحقوق ستعود، حقوق ستعود وبالنضال والصمود، وبالنضال والصمود كرامة ستعود، كرامة ستعود، وارفع شارة الانتصار، وارفع شارة الانتصار للعمال الأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تحية للإخوان في صافينا، ونكرمو نهنوا أنفسنا بهذا اليوم، يوم الأمامي، هذا العيد اللي في حق كنحتفلوا به كل سنة، واللي دائما كنعبروا فيه على الطموح ديالنا كعمال كموظفين كمستخدمين كعاملات، وحنا في إطار الاتحاد الوطني الشمالي، الإطار اللي كنعتبروا أنفسنا بأنه في كنعملوا في واحد الجو ديال الصدق وديال المسؤولية وديال القرب من الشغيلة عموما. وكما لاحظتوا أنه كانت هناك هذا الاحتفال الآن اللي كان دائما كيكون يعني كلمات ثم بعد ذلك تكون مسيرة. الكلمة كانت كلمة هناك أولى للأمانة العامة، هي كلمة وطنية، ثم كانت كلمة لحزب العدالة والتنمية الشريك ديالنا اللي كان الكاتب جاوي لقاها، ثم كلمة ديالنا حنا في إطار المكتب الإقليمي، واللي في الحقيقة اللي كنقولوا فيه بأنه رغم الحوار اللي داز على المستوى المركزي الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين، واللي كانت كنقولوا بأنه كان المطالب اللي قدر كنعتبروها تحققت، واللي هي الحق كانت في 2016 كان عرض احسن من هذا بكثير، والان حنا الفرقاء رضوا بهذا المطالب اللي كنقولوا، ولكن باقى هناك مجموعه ديال المطالب. ولكن كنقول حنا بالنسبه على المستوى الاسفي فحنا الشغيله كتعاني بواحد الشكل كبير، يعني الباترونه الان يعني ما كتحترمش مدونه الشغل، الباترون ما كتحترمش مدونه الشغل نهائيا. الدور الفعال ديال المفتي في الشغل، مديريه الشغل، ما يعني كتحس به بحال ما كاينش نهائيا، يعني ما نظرا للصلاحيات اللي ناقصه اللي معطياهم، وبالتالي كيكون الضحيه هو العامل، هو المستخدم، هو الشغيل. فكنجيو للتعليم، التعليم كما كنلاحظوا رغم انه في اسبي مقارنه مع الجهه كيعرفوا واحد يعني ما كاينش مشاكل كثيره، ولكن كان تاثير في بعض المناطق على مستوى يعني التلاميذ، كان الاكتظاظ، كانت واحد الخطه اللي كيعتبروها خطه بديله، ولكن كان عليها انعكاس سلبي على التلقي والتحصيل. ثم هناك نلاحظوا المشكل الكبير عندنا هو القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي كنتكلموا على الميمونه الان العمال كيدير واحد الانتاج اللي هو كبير بزاف، واللي كيسمع على المستوى الوطني، واللي للاسف ما كاينش اعتراف، كاين الاداره كتعامل معاهم بعجرفه وكتعامل معاهم ما كاينش احترام، يعني تعسف والطرد، وفي محاوله الان انه يحاولوا ان دائما انه يحاولوا يكون واحد يعني كي تعسفات وطرد، وما كاينش احترام للمناديب ديال الشركه. كنجيو صافي بلاتر الان بدون اخبار تتفاجئوا بانه تم اغلاق الشارع المعمل بدون اخبار، وما كيتسالوا تقريبا 3 شهور ديال الاجره ما تعطاتهمش، ما كاينش تغطيه صحيه، ما كاينش هذا، يعني واحد المعاناه. الان المساكن ما عندهمش، كيضلوا قاعدين قدام السوق، قدام الشركه كيمشيو للسوق ما عندهم حتى باش يتقداو، ما عندهم حتى حاجه، وهذا انعكاس سلبي على هذا. ثم عندنا شركه كذلك ديال التعاون الفلاحيه اللي الان كيعانوا مع رغم انه قداش استثمارات خياليه واللي كان فيها هضره ديال المال، وما كاينش محاسبه وما كاينش افتحاص مال لهذه الفئه، والمعاناه ديال
واللي كانوا دابا هما العمال الان وقاعدين بدون اسره، العمال بدون حل يعني شكل طرد. كنجيو ثاني الشركه ديال البروتيين ديال المعمل السمك كذلك، يعني واحد الكارثه كنعيشوها في اسفي على مستوى البحار الان توا كيعاني يعني جميع القطاعات الان. لهذا حنا كنطالبوا بانه تكون واحد صلاحيه كبيره للمفتي الشغل مندوب الشغل وتقوم بالدور ديالها. كنطالبوا بان السيد العامل كذلك انه يتدخل على مستوى حل مجموعه ديال المشاكل اللي كيعانوها قطاع ديال التعاون الفلاحي المغربيه، ثم كذلك قطاع ديال ميمونه وغير ذلك من الاشكالات. وشكرا. اولا كنحيي موقع سفينه وعلى هذه الاستضافه، من خلالكم كنبغي نوجه التحيه والتقدير لكل العمال والعاملات بمناسبه اليوم العمالي العالمي. وهذه فرصه من خلال هذا الموقع كنبغي نتمنى لهم التوفيق في الاعمال اللي كيقوموا بها. بكل تاكيد هذه فئه مهمه داخل المجتمع، بكل تاكيد اليوم من خلال النضالات ديالها وبالتفاعل الايجابي للحكومه استطاعت انها توقع على اتفاق الحوار الاجتماعي اللي فيه مجموعه من المكتسبات، سواء من خلال الزياده في الاجور او لا من خلال الزياده في التعويضات العائليه او لا المعالجه ديال مجموعه ديال الاشكالات من خلال المدخل التشريعي. بكل تاكيد مازال مجموعه من القضايا اللي هي مطروحه على طاوله الحوار، والحوار هو فضيله ومهم بالنسبه لنا. بكل تاكيد حنا اليوم معنيين بشكل جماعي باش نحددوا واحد النوع من التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعيه، سواء اللي هي يعني عامله او موظفه او مستخدمه او الفئات الاخرى. والحمد لله البلاد ديالنا قطعت اشواط مهمه في هذا الباب. اليوم برامج اجتماعيه بكلفه ماليه باهظه، اليوم التغطيه الصحيه استطاعت انها تدير واحد المجموعه ديال الادوار الاساسيه من اجل تحقيق الرعايه الصحيه، المجهود اللي دار على مستوى التعليم. ولكن هذا لا يعني انه مازال هناك مجموعه من القضايا كتحتاج مزيد من النضال ومزيد من التضحيه، وفي نفس الوقت كتحتاج مزيد من التعاون بين مختلف الفاعلين، سواء حكومه او لا نقابات او لا باترونه. تحيه مجدده لكم.